كانت واحد الحاجه مهمه بزاف وما كنتش كنعرفها، هو انك الا جبتي واحد بيسوق راه كدير منه الذنب، وراه انه هو مذنب ومجرم. قل لي علاش؟ قالت لي مع واحد الولد ديال واحد السيد، ملي كتذكر اسم راه كتذكر كتجني على عائله كامله. كل صراحه هذاك الاسم العائلي كتشوه كله، وهذه ما عمري ما عرفتها. انا كنت كنتعامل على ان مثلا فلان الفلاني كرفص علينا، ولكن واحد النهار جبت فاذا واحد النهار في واحد اللقاء محاضره جاء عندي شخص وقال لي اصبتني في الصميم، قضيتي على السمعه ديالنا، قضيتي على الاسره ديالنا، اللي شافنا كيشوف فيا واحد النظره دونيه باحتقار، مع العلم الا كان هذاك السيد الوالد ديالي ولا ايه، الا كان هذاك يعني حتى وليت كنحجب. شحال من مره كتبت مقالات ارد بها على بعض الناس الذين يتبشحون بنضالهم وكذا وكيردوا راسهم يعني هرم ديال النضال، حتى كنكتب وكنقول لا بلاش ما تدخلش في هذه المتاهه الثانيه. ولهذا هنالك اشياء كتجيك كتقول غادي تخرج على اسره كبيره، كاين الناس كتقول لك بنت ولا ابن ولا خويا ايه،